أقسم بالله العظيم أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بذمة الصدق. السلام عليكم، ازيكم؟ الحقيقه الايام اللي فاتت دي حصلت حاجه بتمس كرامه كل مصري وبتمس كرامه كل ضابط في مصر، ما كانتش بتمس كرامه الدوله نفسها. ليه؟ لان الساعات اللي فاتت دي حصلت تطورات خطيره جدا بتمس العلاقات المصريه الايطاليه في قضيه جوليو روجيني، الشاب اللي عنده 28 سنه واللي قضيته ابتدت والتحقيقات ابتدت 3 فبراير 2016، قضيه بقى لها 5 سنين. بس حقيقه عشان اقول لك ايه اخر التطورات القضيه دي وازاي في مس كرامه مصر وكرامه كل مصري، لازم احكي لك مين هو الاول جوليو روجيني كان بيعمل ايه هنا في مصر. الحقيقه عشان اعمل كده هستعين بجزء بسيط من حلقه سابقه انا كنت شرحت فيها بالظبط مين هو جوليو روجيني. هي بس نرجع للجزء ده ونعرف مين هو جوليو روجيني قبل ما نخش في التفاصيل. بص كده مين هو جوليو روجيني. بس ليه كل ده وايه ملف جوليو روجيني اصلا؟ عاوز تعرف؟ هقول لك. بس حقيقة عشان اقول لك لازم احكي لك القصة من الاول. القصة كلها تبتدي ان في طالب اسمه جوليو روجيني. الطالب ده مواليد 1988. الحقيقة الطالب ده بيدرس 5 لغات او معاه 5 لغات. اخر لغة اتعلمها هي العربية. اتعلمها فين؟ اتعلمها في بريطانيا، جامعة ليدز البريطانية. الحقيقة من كتر عشقه للغة العربية قامت ثورة يناير في 2011، ده اللي خلاه يسافر من بريطانيا ويجي مصر في 2012 وقعد في مصر فترة كبيرة جدا. بس الحقيقة ان هو في 2013 اضطر يمشي عشان الاوضاع في البلد ما كانتش قد كده. انت عارف بقى في ثورة 2011 قالك في جواسيس وابتدت الناس تبص لأي حد اجنبي نظرة مش ولا بد، ده اللي خلاه يمشي في 2013. بس الحقيقة ان هو لما مشي من هنا راح جامعة كامبريدج البريطانية حضر فيها دكتوراه عن الاقتصاد. مين المدرسة بتاعته اللي هي بتشرف على البحث بتاعه؟ خلي بالك هو بيحضر رسالة PhD او حاجة زي الدكتوراه كده، فانت تتخيل مين المدرسة او المشرفة على الملف بتاعه؟ مها عزام. مها عزام دي اخوانية خطيرة جدا وبتكره مصر زي عينيها، كل شويه يتم استضافتها في الجزيره وتقعد تشتم في مصر والنظام المصري، ممكن تشتم في المصريين كمان ما عندهاش مشكله، كله بالفلوس، يعني طول ما هي بتاخد فلوس طول ما هي تشتم ما عندهاش مشكله. فالست دي جوليو روجيني قال لها ايه؟ قال لها انا عاوز اروح مصر، بس انا عاوز اروح اناقش اوضاع المصانع المصريه، الاقتصاد المصري الحر، الكلام ده كله. قالت له لا، انت ما تناقش المصانع المصريه، انت تنزل تروح للباعة الجائلين. الملف بتاعك او رساله الدكتوراه بتاعتك تبقى عن الباعة الجائلين. ليه؟ والله هي تفسيرها للموضوع ان ده اقتصاد خارج الاقتصاد الرسمي، فهي عاوزاه يعمل رساله دكتوراه عن الموضوع ده. خلي بالك من حاجه عشان بس توضيح، عشان عارف الناس بتقولني كلامي. خلي بالك انا بقولكش الراجل ده جاسوس ولا خاين ولا اي حاجه، الست هي اللي وجهته يروح للباعة الجائلين. خلاص امشي معايا، ده انا هقول لك كلام جميل. فالراجل نزل مصر في 2015 وابتدى يتعرف على الباعة الجائلين والاقتصاد الغير رسمي وابتدى يخش جوه المنظومة دي، لحد ما وصل لمين؟ لحد ما وصل نقيب الباعة الجائلين. اسمه ايه؟ اسمه محمد عبد الله. والحقيقة ان الراجل ده راجل واعي، وما تفتكرش ان هو راجل اي كلام، لا، نقيب، يعني ده يعتبر رئيس الباعة الجائلين. ده الباعة الجائلين بتلجأ له عشان يقننوا امورهم، يتناقشوا معاه، يشوفوا مشاكلهم، الكلام ده كله. فما تفتكرش ان هو شخصية سهلة يعني، او حد اي كلام خالص، ده راجل واعي وبيفكر كويس. فعمل ايه؟ قابل جوليو روجيني في قهوه في رمسيس. جوليو روجيني قال له ايه؟ قال له على فكره انا عندي اقتراح ليك كويس جدا، انا ممكن اديك منحه ب 13,000 دولار. هيديله فلوس 13,000 دولار مقابل ايه؟ قال له مقابل ان انت تديني معلومات عن النقابه بتاعتك، مشاكلها، الكلام ده كله، وانا هجيب لك منحه بريطانيه رسميه. خلي بالك هو مش بيعرض عليه تجسس، هو بيعرض عليه حاجه رسميه. فالحقيقه ان محمد عبد الله في الوقت ده كان بيسجل لجوليو روجيني ومعاه تسجيل رسمي بعرض جوليو روجيني عليه. انت كده مستوعب معايا الموضوع؟ يعني الراجل محمد عبد الله ده كان بيسجل لجوليو روجيني وهو بيقول له العرض ده. الحقيقه ان بعد كده جوليو روجيني فضل شغال، وعلى فكره جوليو روجيني نجح ان هو يتقرب لكذا منظمه حقوق انسان، ناس كتيره، كتاب، صحفيين، عرف ناس كتيره وتوغل كتير جدا في المجتمع المصري. لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد يوم 25 يناير. 25 يناير جه
2016 بعت رسالة لصاحبته اللي في أوكرانيا، قال لها هو أنت أخبار اليوجا معاك إيه؟ لما تخلصي كلميني. دي كانت آخر رسالة بعتها جوليو ريجيني في الفيسبوك. بعد كده كلم واحد صاحبه وقال له أنا جاي لك في الطريق. حقيقة جوليو ريجيني نزل من بيتهم وفضل ماشي لحد ما وصل محطة الدقي، محطة مترو الأنفاق بتاعت الدقي. أول ما نزل المحطة دي آخر حاجة شافوها الناس عن جوليو ريجيني، محدش يعرف عنه حاجة. ماشي كده يا عم، انا كده جبت لك ايه كل حاجه. الحقيقه باختفاء جوليو ريجيني اصبح الموضوع يعني غريب جدا، لان ابتدت التساؤلات تزيد الكلام ده كله. بس برضو العلاقات المصريه الايطاليه الرسميه ماشيه عادي، مفيش مشكله. لحد ما ايه اللي حصل، لحد ما جه 3 فبراير تم اكتشاف جثه جوليو ريجيني. اكتشفوها فين؟ اكتشفوها ورا حيطه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. كان حاجه غريبه جدا، والجثه دي ملفوفه ببطانيه، يعني برضو حاجة غريبة. الحقيقة اول ما تم الاعلان عن اكتشاف جوليو ريجيني، وزيرة الاستثمار الايطالية كانت في اجتماع مع الحكومة المصرية، فجأة كده خدت بعضها ومشي، قالت لك بس بقى. ومن ساعتها الموضوع اتقلب. ليه؟ لان خلي بالك تم توجيه الاتهام بطريقة غير مباشرة او بتسرع مباشر ان الامن المصري مسؤول عن قتل جوليو ريجيني. قال لك هو ده، هم دول اللي قتلوه، ده احنا عاوزينه بقى وهم دول اللي قتلوه. بس في مشكلة كبيرة جدا، اللي هي ايه؟ ان محدش معاه دليل، يعني لا الجانب الايطالي معاه دليل ولا مصر عارفه تقدم دليل، لان الموضوع حصل بسرعه جدا ومفاجئ جدا. يعني احنا نفسنا كمصر ما نعرفش ايه اللي حصل، عشان اقول لك انا ولا مش انا ما اعرفش. فالحقيقه ان ايطاليا ابتدت كل شويه تضغط على مصر، لو قلنا القاتل لازم تلاقوا القاتل الكلام ده كله، وقاموا ساحبين السفير وابتدوا ان هم يخفضوا التمثيل الدبلوماسي لايطاليا جوه مصر. الحقيقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه طلع وعد ان هو هيلاقي القاتل بتاع جوليو ريجيني، او ان هو هيتعاون مع الجانب الايطالي لاقصى درجه في الكشف عن القاتل بتاع جوليو ريجيني. وده اللي خلى النائب العام المصري يسافر لايطاليا ويقدم كل الادله، لان احنا مش مخبيين حاجه، احنا فعلا ما نعرفش حاجه. فاهمني ازاي؟ قامت ايطاليا، ما هو امشي بس معايا، ده انا هقول لك كلام جميل. قامت ايطاليا بعت محققين مخصوص من ايطاليا جوه مصر، 8 محققين. على فكرة انا بحكي لك القصة اللي طالعة من واشنطن بوست، ده مش كلامي. الثمان محققين لما جم عملوا ايه؟ عملوا كل حاجة كأنهم بيحققوا في ايطاليا بالظبط. يعني الامن المصري تعاون معاهم لاقصى درجة، بعت لهم فيديوهات، تسجيلات، محادثات صوتية، كل اللي انت عاوزه يا باشا موجود. لو انت جدع بقى دور على القاتل، او هات انت القاتل ده ما احنا مش عارفين نجيبه. فالحقيقة ان المحققين دول فضلوا شغالين، وشغالين بقالهم كتير جدا، شغالين من 2017، لسه دلوقتي طالعين بتقرير يتهموا فيه الامن المصري. خلي بالك ان قبل ما المحققين دول يشتغلوا جوه مصر كان بيحصل حاجات غريبه جدا. كان ايطاليا بتعتمد على اي تقارير، حتى اعتمدوا على حلقه من معتز مطر. انت عارف معتز مطر المذيع الاخواني اللي هارب ده؟ طلع وقال على فكره الامن المصري هو اللي قتل جوليو ريجيني. فايطاليا خدت الحلقه دي دليل، قالت لك ده واحد مصري منهم بيتهم الامن المصري يبقى هو صادق. لحد هنا الكلام ماشي. لو تيجي تبص هتلاقي ان مصر قدمت حاجات كتيره جدا للجانب الايطالي عشان تساعده في ايجاد القاتل. يعني احنا يا جماعه مش عارفين نلاقي القاتل، شوف احنا كمصر او وزاره الداخليه مش عارفين نلاقي القاتل، اهي الادله والبراهين اللي تساعدكم على ايجاد القاتل. يعني لو احنا مش عارفين لقوه انتوا. الحقيقه ان الجانب الايطالي في مفاجاه مدويه، بعد كل التحيات دي والمساعدات دي تم توجيه التهمه لاربع ضباط مصريين، وعلى فكره هم كانوا 5، وقعوا التهمة عن الخامس او العضو الخامس. مين هم الاربع ضباط وبالاسم؟ عشان هم منشورين في وسائل الاعلام الغربية ومكتوبين على فكرة، والعربية كمان، فانا مش بقول سر او بزيع سر، هو على حسب المصادر. اول اسم هو اللواء صابر طارق، في الجارديان مكتوب بالعكس طارق صابر، بس انا بقول لك الاسمين. العقيد هشام حلمي، العقيد اثير كامل، الرائد مجدي شريف. دول اربع اسماء اللي تم توجيه ليهم التهم رسميا في قضيه جوليو ريجيني. والحقيقه ان الجارديان البريطانيه بتفجر مفاجاه، بتقول لك فيهم اسماء كانوا بيعملوا سابقا في وزاره الداخليه. يعني في اسماء من دول، وخلي بالك في عقيد ورائد ولواء، في اسماء من دول ما بقوش حاليا شغالين في وزاره الداخليه، في ناس طلعت منهم من الخدمه. الجارديان مركزه جدا على الاربع ضباط، ايطاليا عاوزه الاربع ضباط تحكمهم عندها. بس حقيقه دي مفاجاه. ليه؟ انت عندك مصر اتعاونت تماما مع الجانب الايطالي، مش بس كده، انت عندك رئيس الجمهوريه المصريه ذات نفسه طلع وقال احنا هندور عن القاتل بكل الطرق. عشان كده مش ناسي ايطاليا كل وقفتها الكبيره معانا رغم الواقع بتاع تروجيني، انا مش ناسيها يا كلاودي، واحنا في مصر مش هننساها، والاسره تروجيني اللي موجوده هناك احنا بنعزيهم باسم مصر تاني، وبنقول لهم لا احنا مش هنسيب الموضوع دوت، مش هنسيبه.
لغايه لما نجيب الجناه اللي عمله كده ونحاسبه. تاني انا بقولها لك، مش هننسب الموضوع ده لغايه لما نقف على مين اللي عمل كده ونقدمه للعداله في مصر. لازم تكون عارف تاني، لو فلنفرض ان واحد من الضباط دول او واحد من الناس دي كان ليهم دور في قتل جوليو روجيني، يعني ده مش صح، لو واحد من دول ليهم دور، انت عندك رئاسه الجمهوريه نفسها او اكبر رتبه في مصر طلب التحقيق في القضيه دي، مما يعني رئاسه الجمهوريه تدخلت في التحقيقات، المخابرات تدخلت في التحقيقات، الامن العام تدخل في التحقيقات، كل الهيئات وكل السلطات الاكبر من وزاره الداخليه تدخلت في التحقيقات وما لقوش. فمفيش حاجه اسمها اصل احنا بنخبي او ان احنا عندنا ناس وبنخبي عليهم، مفيش الكلام ده، مفيش. وانت لما تيجي تتهم الناس دي يبقى معاك دليل. الحقيقه ان النائب العام المصري طلب دليل على توجيه التهم للاربع ضباط دول، ايطاليا ما عرفتش تقدم دليل. ايطاليا بتقولك تحياتنا ادت لدول، طب فين الدليل؟ مش عارفين. وعلى فكره الجارديان برضو هي بتقول كده، بتقولك رد الجانب المصري ان ايطاليا تفتقر للادله اللازمه لتوجيه الاتهام للاربع ضباط. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ايطاليا قالت لك ادام مصر مش عاوزه تتعاون، احنا هنحاكم الاربع ضباط دول عندنا، هنعمل محكمه ونحاكم الضباط دول عندنا احنا في ايطاليا. الحقيقه ان الجانب المصري لا، انت هنا بتتخطى حدودك. يعني ما ينفعش رئيس جمهورية يطلع يقول لك احنا هنتعاون ونجيب لك القاتل، وما ينفعش النائب العام يتدخل في قضية وانت تطلع توجه الاتهام من نفسك وتعمل محكمة. لا، ده تطور خطير مش مسموح. احنا نساعدك انما ما تجيش انت توجه اتهام. فالحقيقة ان الجانب المصري قالك لا احنا هنقفل التحيات، وقفلوا التحيات في اواخر 2020 على حسب برضو جريدة الجارديان وعلى حسب موقع مصراوي. مصر قفل التحيات في 2020، ايطاليا فتحت المحكمة في اواخر 2020 وابتدت محاكمه اربع ضباط مصريين. الحقيقه الاجراءات التقاضي في ايطاليا موضوع مش سهل، بس لما تيجي تبص على المحكمه اللي حصلت، اللي انا مصر انها تمس كرامه مصر، المحكمه شارك فيها مين؟ شارك فيها اسره جوليو روجيني، شاركت فيها الحكومه الايطاليه بعت محامي يمثل عنها داخل المحكمه دي، وطبعا الادعاء العام في ايطاليا والمحكمه. الحقيقه في اول درجات المحكمه، زي تقول من المحكمة الابتدائية كده، كان في مشكلة، هل المحكمة دي هتكمل ولا مش هتكمل؟ ليه؟ لأن يجب استدعاء المتهمين، صح؟ يعني لازم المتهمين يكونوا موجودين. طب لو مش موجودين، في حاجة اسمها ان انت تبلغهم ان عندهم محكمة. فهنا حصلت فضيحة كبرى وتطور خطير جدا. القاضي بتاع المحكمة الابتدائية قالك والله احنا هنعتمد على ان الناس او المتهمين الاربعة دول اللي هم اربع ضباط، قالك هنعتمد ان هم سمعوا من الاعلام، وان كل الاعلام العالمي بيتكلم حوالين قضيه روجيني وجاب اسماء الضباط دول، فالضباط دول معروفين او عرفوا ان عندهم محكمه، وتم تصعيد القضيه للدرجه الاعلى. ولما يتم تصعيدها للدرجه الاعلى يجب تعيين محامين للضباط دول. وعلى فكره انا مش بفتي، انا بقول لك الكلام اللي طالع من فرانس 24، طالع فيها محلل هو اللي قال الكلمتين دول. اول ما تم تعيين اربع محامين لاربع ضباط من قبل ايطاليا، على فكره يعني الضباط دول ما يعرفوش اي حاجه، من قبل ايطاليا او من قبل المحكمه تم تعيين اربع محامين وتم تصعيد درجه التقاضي. اول ما القضيه راحت لقاضي محترم قال لهم ما ينفعش. يعني ايه؟ يعني ايه المتهمين نفسهم ما يعرفوش ان عندهم محكمه؟ فكان الرد ان ايطاليا وجهت 30 طلب، واسمع بقى التفاصيل دي عشان طالع من الجارديان، ايطاليا وجهت 30 طلب للسلطات المصريه عن طريق القنوات الدبلوماسيه المعروفه كلها لاستدعاء او لاعلام الضباط دول، وتم طلب عناوين الضباط لتوجيه الدعاوي ليهم او لاعلامهم بوجود محاكمه، والسلطات المصريه رفضت تماما. مفيش حاجه اسمها كده، يعني ايه تحاكم ضباط عندي؟ انت بتهرج. فالحقيقه ان ده كان رد على المحكمه. المحكمه دي قعدت 7 ساعات حسب الجارديان، 7 ساعات. طيب المحكمه دي حصلت فين؟ شوف فضيحه. المحكمه دي او القاعه اللي حصل فيها المحكمه او القضيه حصلت في قاعه بيحاكموا فيها اعضاء المافيا في ايطاليا، وان المحكمه دي القاعه موجود فيها اكتر من زنزانه او فيها زنازين كتير. في نفس الوقت مجاور ليها مبنى شديد الحراسه او مبنى امني فيه اعضاء امن كتار جدا، ما هم بيحاكموا مافيا في الحته دي. وكان القاضي رده حاسم، يجب اعلام الضباط ان عندهم محكمه. الحته التانيه دي يعني هتفجر لك مفاجاه غير طبيعيه. بيقول لك السبع ساعات خدوا راي المحامين بتوع الضباط. ففي محاميه، المحاميه الخاصه بصابر طارق، قالت ايه؟ قالت على فكرة المحكمة دي لو استمرت ايطاليا يتم توقيع عليها عقوبة من الاتحاد الاوروبي، دي جريمة، تحاكم ناس ما يعرفوش ان عندهم محكمة دي جريمة، يجب على المتهمين الاعتراف بالمحكمة او بالقضية او اي حاجة، ان انت بس تعلمهم او تخليهم يعترفوا بالمحكمة دي فخلاص. ما حصلش، فلو ما حصلش انت تقع تحت قانون الاتحاد الاوروبي،
خد بالك من خطورة، ده مكتوب في الجارديان. تاني محامي فجر قضية كبيرة جدا، قال ايه؟ خلي بالك دول محامين المتهمين، قال على فكرة انتوا كده مش بتحكموا الضباط، انتوا بتحكموا مصر، لان انت ما وصلتش الاعلام للضابط، انت بتحكم دولة. خد بالك من الفضيحة، ده محامي هو اللي قال الكلمتين دول، قال انتوا بتحكموا مصر ليه؟ اولا ما علمتش الضباط، ثانيا النائب العام المصري قفل القضية، قالك بدون وجود أدلة على القاتل. إيطاليا مستندة في إيه عن محكمة أو على الضباط دول؟ قالك والله لأن جوليو لوجيني ده الأمن العام المصري اعتقد إن هو جاسوس في الوقت ده، وتم تعذيبه لانتزاع اعترافات منه. والحقيقة إن جريدة مصراوي تفجرلك مفاجأة وتقولك على فكرة النائب العام المصري نفسه قفل قضية لأن في شهادات من الأمن المصري إن هم بعد التحريات عن جوليو لوجيني بالفعل وجدوا إن تصرفاته لا تهدد الأمن المصري، وجدوا إن تصرفات الرجل ده ما تهددش الأمن المصري، يعني مش جاسوس، فهم قفلوا التحريات. مين اللي قتله محدش يعرف، يعني أنا ما أقدرش أقول لك مين اللي قتله. مصر نفسها مش عارف، وإيطاليا بتهرج، يعني إيطاليا أو الطليان بيهرجوا على حسب تصريحات المحامين بتوعهم، بيهرجوا ده تهريج، فمحدش عارف مين اللي قتله، ولا حتى تستنتج، يعني الموضوع ما فيهوش استنتاجات، في كذا مفاجأة هفجرها لك بقى. جارديان بتقولك المفاجأة الكبرى ان كان هيتم استدعاء 13 فرد اخرين غير الاربعة دول، مكتوبة اهي 13 فرد اخر غير الاربعة اللي تم توجيه الاتهام ليهم. شوف يعني ده موضوع خطير جدا، انت بتحقق مع مصريين على مزاجك، انت بتوجه الاتهام لمصريين جوه دولة تانية اللي هي مصر على مزاجك، احنا مش تحت الحكم الايطالي باشا، مفيش الكلام ده، انت مش محتلنا عشان تفرض علينا قوانينك، يعني ايه ده؟ فالحقيقة ان دي اول مفاجأة. تاني مفاجأة تم التصريح بيها داخل المحكمة، قال احنا توقعنا ان بعد كل السنين دي مصر هتقدم لنا ما يسفر او ما يسهم او ما يمثل العلاقات الطيبة الايطالية المصرية، مما يعني ان المحكمة دي لما تخلص على اللي خلصت عليه ان هو القاضي رفض المحاكمة اصلا، لان ده حاجة حتى بقى قاعدين 7 ساعات 10 ساعات، القاضي رفض قالك ما ينفعش توجيه التهم، انتوا بتهرجوا، ده قاضي ايطالي، ويجب هنا الاعتراف بنزاهة القضاء الإيطالي، لأن القضاء الإيطالي كان ممكن يتمادى يعني كمل. حقيقة إن القاضي رفض وقال لأ مش هنكمل المحكمة دي، والمحكمة دي اللي بيحصل فيها تهريج، الناس دول ما يعرفوش حاجة، فرفض المحاكمة تماما، والموضوع ده قلب الدنيا في إيطاليا تماما. خلي بالك المحكمة دي ذو طابع سياسي مش طابع قضائي، خلي بالك بقى من الحتة دي، المحكمة دي ذو طابع سياسي بالمرتبة الأولى لكذا حاجة. اول حاجه الحكومه الايطاليه عاوزه تشيل الحرج عنها، هو مش في محكمه، احنا رحنا المحامي بتاعنا وقعدنا والقاضي او القضاء الايطالي هو اللي قفل القضيه مش احنا، فالمحكمه الايطاليه عاوزه تشيل الحرج عنها، اهل جولي ريجيني عايزين ياخدوا الموضوع للاخر. بس الواقع ان بعد المحكمه دي ما تخلص على اللي خلصت عليه ان ايطاليا فشلت في توصيل اعلام المحكمه للضباط، مما يعني حاجه بسيطه جدا، وهي ان الشارع الايطالي هيهدى، لان اللي قال الكلمتين دول هو المحكمه الايطاليه. طب هل العلاقات الايطاليه المصريه هترجع زي الاول؟ ما اعتقدش. ليه؟ خلي بالك انت عندك تاكتيكال ريبورت، الموقع الاستخباراتي قالك انسى صفقه طيفون، مفيش طيفون اصلا بين مصر وايطاليا، مش هتحصل. بس الدنيا هتمشي ازاي في المستقبل محدش عارف، يعني محدش يعرف يقولك العلاقات المصريه الايطاليه هترسى على ايه في الاخر، هل هيجدوا وسيله لاعاده التعاون تاني ولا لا؟ ده ما حدش يقدر يعرفه، وما حدش يقدر يقول لك ايه اللي هيحصل فيه، معرفش. بس انا شايف، معلش ودي وجهه نظري، ان مصر قدرت تحفظ او تحمي كرامه ضباطها، والنظام المصري قدر يحمي كرامه الناس اللي عنده. انت نسفت القضيه من اساسها حتى لو اتعرضت قدام الجن الازرق، ما هو ده اساس التقاضي، يجب على المتهم ان يعلم بالمحكمه، ما حصلش، البس، مفيش قضيه. فلازم هنا تعترف ان النظام المصري قدر يحمي ضباطه، متهمين مش متهمين انا عمري ما اقول كده، انا مع بلدي، ده اول حاجه. تاني حاجه مصر نفسها كانت بتحقق في الموضوع ما وصلوش لحاجه، فما اقدرش اقول لك ايه الصح وايه الغلط، انا ما اعرفش، ومش من سلطتي توجيه الاتهام لحد، بس انا في الاخر مع بلدي، وبلدي قدرت تحفظ مواطنيها وكرامه ضباطها ومواطنيها، لان ما كانش حد هيقبل ولا مصر يقبل ان هو يشوف ضابط مصري بيتحاكم قدام محكمه ايطاليه وهيبقى مبسوط خالص. ده الكلام ده ايام الاحتلال، انما ما تجيش تقول لي هات ضباط احاكمهم، الضباط بتوعك هاتهم لي احاكمهم، ده تهريج. احنا بلد وبلد ذات سياده، مفيش حاجه اسمها كده، ولا عمرها هتحصل ولا هتكون. واوعى تنسى ان مصر كل يوم موقفها بيبقى اقوى في ملف الطاقه ده، يعني بوتين بيربي اوروبا، احنا ان شاء الله يبقى موقفنا اكتر، ويوم من الايام نقف موقف بوتين كده، وان احنا عندنا الذهب الازرق او الغاز. الدنيا رايحه على فين هنشوف الايام الجايه دي.
هنشوف الايام الجايه الدنيا رايحه على فين. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. وارفع راسك فوق، انت مصري ومحدش يحاكم ظباطك بره. هزلت ان شاء الله ان شاء الله، سدح الدرب وعلي انت عاوزه، لان احنا مصريين محدش يلوي دراعنا. في الاخر يا رب انصر مصر. تحيا مصر، سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السبع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخيني ومن الخلق اللي بين اهاليكي مدسوسه يا محروسه.